وصلنا لختام حلقتنا لليوم مع مقطع تم سؤال مجموعة من السيدات الكبيرات في السن، ماذا ستفعلين لو عدت إلى شبابك؟ نتابع. If I were a young woman now, I'm not sure how I'd cope. With all the things that you have, the opportunities, the technology, I'd like to think it could be a world of pleasure. But I fear instead it would only be a world of pressure. Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend. Pressure to be successful, a boss, a leader. If I had my time again, I wouldn't create a to-do list. I'd create a to-don't-do list. I'd give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important. What I wouldn't give to extend those goodnight kisses instead of moaning about having to get up early in the morning. كل شخص منا تجربة بالحياة، يتخذ الشخص أحيانا قرارات تخص مستقبله وحاضره، ولكنه يكتشف أن هذا القرار كان خاطئ وتسرع باتخاذه لأنه لم يفكر بأبعاد هذا القرار وآثاره بالمستقبل. يخطئ البعض منا في تعاملاته اليومية ومع الناس وفي تصرفاته، فيحس بالندم لتصرف سيء أو ممكن سلوك خاطئ صدر منه، فيتمنى لو يرجع فيها الزمن دقائق حتى يصلح أخطائه، ويختلف التصرف بحسب أهميته. بعضهم بشكل قراره تحول كبير في حياته، إما زواج أو طلاق أو حتى تخصص معين للدراسة، ويختلف من ناحية إمكانية تعديل هذا القرار أو التصرف، فبعض القرارات لا يمكن تعديلها لأي سبب كان، فيصاب صاحبها باليأس ويتراجع عن التفكير في تعديل قراره، وبعضهم يحاول جهدا إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يصاب بشعور الندم. سؤالي لكم، هل سبق وأحسستم بهذا الشعور المؤلم، شعور الندم على قرار صنعتوه بأنفسكم أو على تصرف أو سلوك صدر منكم؟ لو رجعت بك الأيام إلى الوراء ماذا ستغير؟ فكر وابدأ بالتغيير، فالحياة لن تنتظر. دمتم في أمان الله، وأشوفكم بكرة.